الحقيقة ضيفتنا النهاردة اللايف كوتش الجميلة بنت سينا مروة فاروق. ازيك؟ ازيك يا نوليا؟ اسمحي لي ما قلتلكيش دكتورة. ما فيش مشكلة. احنا بقينا اصحاب. انا مروة اصحاب طبعا. بقينا اصحاب. انا طبعا ما اعرفش كل القصة العميقة اللي انت حكيتيها دي. ربنا يكون في عونك. وهو دايما الألم بيبقى على قد العشم. وطبعا الخيانة ملهاش مبرر من أي حد. بس خيانة الصديقة دي خصوصا الصديقة بتكون بتوجع أكتر بكتير من خيانة الزوج. لأنها بتكون غير متوقعة. ده كلمة صديقة صديق ده من كلمة الصدق. يعني جاية من الصدق. فأنتي بتكوني خلاص مأمنة ومسلمة وحد في البيت ورايح وجاي والسر كل حاجة معاها. فلما تيجي الخيانة من الصديقة بتكون أصعب. أنا كان عندي حالة كانت يعني كانت متجوزة واتطلقت. وبعد لما اتطلقت اكتشفت ان سبب الطلاق او انها اتطلقت لان جوزها كان بيكلم صاحبتها. يعني كانت تعافت من موضوع الطلاق خلاص لما اكتشفت ان جوزها كان بيكلم صاحبتها وهو ده سبب الطلاق. رجع تاني كان من اصعب بكتير. لو واحده غريبه مش هيفرق معاها. يعني صح ولا لا؟ رجعت بقول لك كان يعني الطلاق تعبت فيه واتوجعت وجع كبير وكل حاجه. لكن لما عرفت ان صاحبتها يعني اصعب بقى من الطلاق. يعني دبل 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 يعني 10 مرات وجع اكتر من الوجع. طب ايه اللي يخلي الشخص يبقى فيه صفه الخيانه؟ يعني راجل ست باي شكل بقى، واحده زي دي مثلا. يعني انا بعد كده اكتشفت ان مش بس الفلوس اللي خلتها تعمل كده، انه هي طول عمرها بتحقد عليا وانا ما كنتش واخده بالي. الناس يعني لو اتكلمنا مثلا على الخيانة الزوجية، المفروض ان الست او البنت لما تبقى مخطوبة لما تبقى متجوزة جوزها او خطيبها ده يبقى بتاعها هي. ما يعني هو مش شركة. مش لما نيجي نخرج يلا ناخد صاحبتنا دي معانا. مش لو جاب لها هدية توري كل الناس ان هو جاب لها هدية. يعني التمني انها تتمنى حاجة عندك. انت جميلة هي مش جميلة. انت عندك عربية موديل معين هي ما عندهاش. انت متجوزة هي مش متجوزة. اي حاجة ممكن تتمنيها تقلب لحقد. والتمني ده النفوس بشرية. بتمنى زوال بقى. يعني حقد وحسد. لما توصل للحقد هي بتتمنى ان انت ليه عندك وانا ما عنديش. انت عندك كل الحاجات دي. هي مش شايفه الحاجات اللي عندها. هي شايفه الحاجات اللي عندك. ما تعرفش حتى انت تعبتي قد ايه ولا دفعتي ثمن الحاجات اللي عندك دي. صح. ازاي ولا صح. عملتي ايه ولا خسرتي ايه قدام ان يبقى عندك البيت ده او يبقى صح. عندك الولاد دول او هي ما تعرفش. هي بتبص بس للنتيجه النهايه. زي مثلا واحده ابنها بقى بطل الجمهوريه في السباحه في الرمايه في اي حاجه. الناس كلها بتبص ايه شوفي ابنها بطل. هي هم شافوا هي تعبت قد ايه عشان لحد لما يبقى ابنها بطل. هم شافوا النتيجه فحاقدين على النتيجه وبيتمنوا النتيجه. وليه هي ابنها كده وانا ابني مش كده؟ ليه ابنها طلع الاول على الثانويه العامه وانا ابني مش؟ ما انتم ما شفتوش بقى الستبس اللي حصلت لحد لما وصلنا لكده. طب لو جينا للاصدقاء، احنا كده كده في الراجل لما بيخون الست شاطره قوي انها تفتش وانها تحس وانها تحاول. لكن ايه العلامات اللي ممكن اشوفها في الصديق اقدر افهم انه ده ممكن يبقى صديق خائن؟ ممكن لما تكوني وانت قاعده مع صديقتك كده تبصي تلاقيها بتعلق عليكي تعليقات مش ظريفه. كمان الخيانه يعني ان الصديقه اللي هتخونك دي بيكون ليها مؤشرات من الاول، بس انت من كتر ما انت بتحبيها بتكوني مش شايفاها. ايه بقى المؤشرات؟ ممكن تكون بتتكلم عليكي كلام مش حلو مع الناس التانيين. تقولي لها سر تبصي تلاقيها راحت قالته لحد تاني. فكل دي علامات. لكن انت بتكوني من كتر ما انت عندك ثقه كبيره كبيره ومامنه تماما ما بتكونيش شايفه بقى. او حتى لو شفتي بتعملي نفسك مش واخده بالك. زي بالظبط مع الزوج، ما انت بتشوفي بس لا يعني اكيد لا. لا سبحان الله، مع الزوج بنعمل مشاكل. يعني اول ما بنشم ريحه الخيانه في الزوج المشكله بتشتغل. لا بس مش بتشتغل على طول، بتشتغل لما انت تفتشي. لكن لما حد تبصي تلاقي حد بينبهك او كده بيبقى فيه انكار انه